على بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة شوطنا السادس بمجموع هذه الأشواط. الشوط السادس يحمل فئة الأبكار. تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط المستشار بشعار عوض بن حمد بالدحبة العامري صاحب التوقيت الأفضل 4:46. تهانينا والناموس. أيضا نسير مع شوطنا السادس ونتابع هذه الشعارات ونتابع هذه الأسماء الحاضرة والصدارة والمركز الأول. نتابع المركز الأول بهذه اللحظات، تتقدم على الصدارة محبة حمد بن مبارك بن دحروي العامري. من يقدم لنا محبة على الصدارة بينما ننتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني تتقدم أيضا الحاضرة بهذا المسار حاملة الرقم 4 هذه اللي واصل بهذه اللحظات 24 اشتعال سعيد بن حميد سعيد بن حمد بن سيف بن نعيف العامري. المركز الثالث هناك شعار بن بدر القادم بهذه اللحظات. من الجانب الآخر تتقدم فجر سالم بن سعيد بن بدر العليلي، بينما المركز الرابع وصلت وتقدمت العنود مبارك بن سالم بن عويج الشامسي، بينما المركز الخامس هذه القادمة دمعة نهيام بن صالح بن يزرب العامري. المركز السادس شوف اللي وصلت بهذه اللحظات القادمة والتي أيضا تتقدم في سادس الأسماء مطفية سعيد بن حمد بن عيف العامري. المركز السابع هناك من الجانب آخر أيضا تتقدم بهذه اللحظات اللي هي بلشة مبارك بن حمد بن متعب العامري قادم مع بلشة. وهناك في المركز الثامن هذه مشاعل رغش بالدودة بن طبازه العامري، رغش بن الدودة بن طبازه العامري قادم مع أيضا اللي هي مشاعل. هذه النتيجة، بنعود إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذه الأسماء، نعود إلى الصدارة. المركز الأول مطفية سعيد بن حمد بن سيف بن نعيف العامري من يقدم لنا مطفية على مقدمة هذا المسار غائدة لهذه الشعارات. تقود هذه الأسماء، تسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة. ركز يا بن نعيف، ركز على هذا الموقع، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة. الكيلو الخطير، كيلو التحدي، كيلو المعركة، كيلو المنافسة. هناك أيضا محبة في المركز الثاني، محبة حمد بن مبارك بن دحروي العامري، وقادم أيضا بهذه اللحظات هذا الشعار والقادم بهذه الأثناء. شوف الله الله، بدأت الحركة، شوف اللي غيرت، بسم الله ما شاء الله، اشتعال سعيد بن حمد بن سيف بن عيف العامري. بن عيف هنا ينطلق مع الصدارة، ينطلق ولكن بسم الله جلمودة باللوتية جلمودة، والشوط تقودة بسم الله ما شاء الله تبارك الله على هذه الحركة، على هذا الاندفاع. جلمودة محمد بن سالم باللوتية العامري طارت جلمودة مع الصدارة، طارت مع الفوز والانتصار على مقدمة الشوط. مشكور يا باللوتية، مشكور يا ابو سالم، مشكور على هذه العروض المميزة، العرض الممتاز الذي تقدمه لنا جلمودة. تهانينا والناموس محمد بن سالم بن محمد باللوتية العامري. سلام باللوتية، سلام، وسلام جلمودة، سلام. المركز الثاني
الثاني كانت في مشاعل رغش من الدوده من طبازه العامري. المركز الثالث هذه اللي هي اشتعال سعيد بن حمد بن عيف العامري. المركز الرابع هذه هزر سعيد بن محمد بن شرقي العامري. المركز الخامس كانت فيه اللي هي مطفية سعيد بن حمد بن سيف بن عيف العامري في خامس الأسماء. نعود بالتوقيت الزمني 4:46 سجلت جلمودة بشعار محمد بن سالم بن محمد بن لوتية العامري. تهانينا والناموس والتهنية لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.